السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته خلال هذه الليله الامطار بحول الله ستلتحق على المناطق الشماليه الغربيه وكذلك الوسطى خاصه الواجهه الساحليه حتى على منطقه الصور الامطار ستزداد غزاره تحت وقع الرعود خلال يوم الغد اضطراب جوي كذلك سيخص تقريبا جل المناطق الشماليه اجواء متقلبه خلال يوم الغد تقريبا على جل المناطق الشماليه الساحليه وحتى المرتفعات امطار بشكل الزخات في بدايه الامر ستمس الواجهه الشرقيه لتلتحق ليلا على الواجهه الساحليه الوسطى والغربيه حتى على شمال الصحراء ومناطق الجنوب الغربي خلال هذه الليله وخاصه صباحه الغد ننتظر ثلاث درجات فقط على الصيف مقاييس ما بين 13 لغايه 16 درجه على الواجهه الساحليه 12 درجه على بشار 17 درجه على كل من تندوف وغردايه 16 درجه على الصحراء الوسطى تصل لغايه 11 درجه فقط على تمنراسات وجانيت أما خلال ظاهرة الغد درجة الحرارة القصوى ستعرف ارتفاع ستفوق المعدل الشهري خاصة الوجهة الساحلية ننتظر مقاييس ما بين 21 لغاية 26 درجة 15 درجة على مشرين عامة والبيت 16 درجة على بسكرة المغير وتوغور 26 درجة على تامنة تصل لغاية 33 درجة على أقصى الجنوب اما البحر خلال يوم الغد ان شاء الله مصلحه الارصاد الجويه ترتقب بحر قليل اضطراب تقريبا على طول الشريط الساحلي رياح معتدله على السواحل الوسطى والسواحل الشرقيه لكن ستشتد على السواحل الغربيه تصل غايه 50 كيلومتر في الساعه وقت غروب الشمس اليوم الغد الجمعه على مستوى العاصمه سيكون بحول الله في تمام الخامسه 32 دقيقه امسيه طيبه للجميع